الوضع من قبلنا نحن كشعب السر والدفاع الوطني بشكل كامل. حمص مجددا. في حلقات سابقة تناولنا معارك عدة من هذه المحافظة، واليوم أيضا نزورها مجددا لتغطية معارك تحصل في منطقة أخرى وتحديدا في ريف حمص الغربي. إلى هذه المنطقة فريق من الأرض أوغاري دندش، غسان نجار، سيركيس كاسارجيان. في حمص أيضا وفي ريفها الغربي تحديدا معارك تدور حاليا. جغرافيا لا تشكل رقعة الاشتباك من وادي النضارة مساحة كبيرة، فمعظم قرى الوادي لم تشكل بيئة حاضنة للمسلحين باستثناء الحصن والزارة وبعض القرى الصغيرة المحيطة بهما، إلا أن معاركها تعد صعبة جدا لأسباب عديدة. وجود قلعة الحصن في بلدة الحصن، وهي قلعة تعود جذورها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد. ترتفع عن سطح البحر 750 مترا، وتقع على بعد نحو 53 كيلومترا غرب مدينة حمص. تتوسط مدينتي حمص وطرطوس، وتتميز بقوة تحصيناتها الدفاعية وأبراجها العالية ودهاليزها وشقوق مرامي السهام التي تستخدم مرابض للقناصين والرشاشات الثقيلة اليوم. تقع فوق هضبة بركانية نهاية سلسلة جبال الساحل شديدة الانحدار من جهاتها الثلاث، مما يجعل اقتحامها صعبا جدا، كونها تشرف على المنطقة المحيطة من الجهات الأربعة وتسيطر على الطريق بين الساحل والداخل. تمتد القلعة مع خندقها على مسافة 240 مترا من الشمال إلى الجنوب و170 مترا من الشرق إلى الغرب، وتقدر مساحتها بثلاثة هكتارات، وتتكون من حصنين داخلي وخارجي. تتسع القلعة لثلاثة آلاف محارب مع عتادهم، وكانت تاريخيا تشغل نقطة مراقبة، فمن أبراجها العالية يمكن مشاهدة برج صافيتا والبحر غربا وجبال عكار جنوبا، ويمكن مشاهدة بحيرة قطينة وأطراف مدينة حمص شرقا. موقع القلعة هذا جعلها هدفا صعبا للجيش السوري وموقعا استراتيجيا وعسكريا هاما للمسلحين. هلا اذا بناخذ المنظر من قلعة الحصن بنشوف قرية الزارة وقرية شويهد، كمان منطقة عالية بحدود 650 متر وعلى سلسلة جبلية عالية، فقوات الجيش العربي السوري قوات الدفاع الوطني عملوا عملية الحصار، صرنا تحت مرمى النيران المعادي، فكان هذا الشيء أثر على تقدم القوات. نعم. مثل ما ملاحظين قرية الزارة وقرية الحصن ومدينة الحصن فرق الارتفاع بيناتهم بالنسبة لسلاسل الجبال. مسلحين الإرهابيين موجودين حاليا في بعض عملية العسكرية اللي قامت بها قوات الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني بعملية حصار كامل وشامل على مناطق المسلحين وقطع خط الإمداد الرئيسي من اتجاه لبنان، أصبح المسلحين الإرهابيين في منطقة محصورة بالكامل ضمن هذا الخط الأزرق. المسلحين الآن يتحصنون في السلاسل الجبلية التي حول القرى وبداخل القرى أيضا، اللي هي شويهد الزارة الحصرجية شويهد الحصن، مناطق حاضنة للمسلحين
الارهابيين والاجانب بشكل كبير جدا. هلا عندنا نحن اذا نبلش من الجنوب باتجاه الجنوب، عندنا ظهر القصيدات ارتفاعه حوالي 300 متر، عندنا ظهر علوش يلي هو هلا قسم منه بيد المسلحين حوالي 350 متر اعلى من السيطره تبعتنا، عندنا السلسله اللي بعدها تله غرب السندياني ارتفاع حوالي 400 متر، تجينا السلسله الاخيره اللي هي بالقرب من قرية الزارة حوالي ارتفاع 350 متر. القرى الحواليهم مانا قرى حاضنه لالهم، على العكس تماما. ثانيا وجود شباب هالقرى هاي اللي شالت سلاح واللي انتسبت للدفاع الوطني وتصدت لهم، وهي اللي حجمت وجودهم بالمنطقه. يعني هو ما كان عنده مشكله نهائيا انه يتمدد. ببدايه الاحداث كمان كان هو يستعمل طرقات الوادي كطرقات امداد وادخال مسلحين وذخيره، وطبعا هي قبل ما نتسلح ونصير دفاع وطني الكل. فاستخدم هو طرقات الوادي واستخدم وحاول يتمدد، وقت اللي تسلحنا نحن وتصدينا له، يعني خليناه ردعناه انه يتمدد ببيئه اكثر من قريته تحديدا، يعني ما عاد يقدر يطلع براتها. القرى الاقرب لها القرى اللي تحت قرى عناز والحواش والتلي وعش الشوحه، هي اقرب كجغرافيا اقرب شيء. يعني في بعض المنازل المسافه 200 متر 250 متر بين اخر بيت بالحصن واول بيت مثلا بعش الشوحه او بالتلي. هلا المحيط بلده الحصن كلياته هي قرى الوادي كلياتها، وكلياتها طبعا في لها حواجز، في لها نقاط، في لها محارس، في لها كذا. يعني عدم تمددهم هو اكل سهر ليل وتعب وجهد الشباب. يعني الطريق الى الحصن يمر حتما بالزارة، ويتضمن قطع طرق الامدادات من وادي خالد في شمال لبنان الى الحصن، طريق سنتطرق اليه لاحقا. يعني تطهير هي المنطقة، منطقة الحصن ومنطقة الزارة من الإرهابيين، بيعني أنه تطهرت منطقة واسعة هي من حمص لبانياس، صارت منطقة آمنة كلياتها. بس لو نشكي بأي معنى، يعني نحن لما نحكي أنه هذه المنطقة الجغرافية لها الأدوسة، هل بسبب موقع الحصن؟ طبعا موقع الحصن قريب كثير من الحدود اللبنانيه. اليوم السلفي عم يجي من الحدود اللبنانيه لعنا، الاجنبي اللي جاي بما يسمى مجاهد جاي يجاهد هون عم يفوت على قلط الحصن. هي اهميتها بقربها بموقعها بكثير، يعني حتى هن المسلحين بيعبروا انه انا وقت بكون بلبنان بتطلع بشوف قلعة الحصن، انا كيف ما مشيت بدي اوصل عليها، ما بده دليل، ما بده طرقات، ما بده شيء، كيف ما مشي بيوصل على قلعة الحصن. هلا عندي انا مثلا منطقة وادي خالد، نعم، بؤرة حاضنة للمسلحين، يعني العمليات العسكرية اللي جرت بتلكلاخ ادت لهروب قسم كبير من المسلحين على وادي خالد وامتداد الحدود اللبنانية السورية. هلا بالنسبة لموضوع الحدود اللبنانية السورية، يعني من قديم الأزل في خطوط مهربين، وفي هلا المسلح اليوم هو ما يستخدمها، يعني هو المهرب وهو صار المسلح اليوم. وضع التضاريس هو اللي يفرض نفسه يعني بالمعركة بيننا وبين التكفيريين. هيدا يا ميسر رجعت الزيها الحلوة هيدا. هذا يا ميسر يا عمي. أنا حاجة كلها يضرب مرتاح مرتاح الجاي مرتاحة مرتاح الله اكبر. ما شاء الله جمعت المصرف.
مرحبا عصمان. يا هلا. الخطة الأولية هي استنزاف خطوط المسلحين وضرب دشمن على السلاسل الجبلية واستنزاف المسلحين الموجودين داخل القرية بعد قطع جميع خطوط الإمداد إلهم. فالسيطرة على قرية الزارة ووصل الأمن فيها يعتبر الخط الرئيسي لبدء عملية تطهير الحصن بالكامل، منطقة الحصن بالكامل، لأنه راح يشتد الخناق على منطقة الحصن يلي نحن هلا من ناحية الشمال والشرق والغرب تعتبر محاصرة بالكامل. إمداده الرئيسي يأتي من زارة، فهو عملية استنزاف ريثما تمتد قوات الجيش اتجاه شويهد والحصن. إذن في زارة تدور معارك اليوم على جبهات عدة تهدف بشكل أساسي إلى إنهاء التواجد المسلح في غرب حمص والتقدم باتجاه معقلهم الأساسي في بلدة الحصن، وأيضا استعادة السيطرة على خط النفط والغاز والذي يعبر الزارة متجها إلى مصفات بانياس. بعد عمليات المسلحين ضرب خط الغاز والنفط موجود ضمن قرية الزارة، قامت قوات الجيش العربي السوري قوات الدفاع الوطني مثل ما قلنا من شوي عملية حصار للمسلحين في المنطقة وقطع خط الإمداد. هاي أقرب نقطة لإلهم، هلا هون ما ببين عليك البرج بس هاي البيوت. أوكي، اللي هي على العدم؟ هاي للمسلحين. هلا هاي راس الجبال نحن أخذناها. هيدا اللي هون؟ إيه إيه، نحن أخذناها لهي راس الجبال. في هونيك شيء أبيض فوق الجبل، شو هو؟ هاي مسلحين كله. مداجن. هلا هي تصميم مالك، شايفة هاي اللي هونيك اللي بوجهي دغري هيك؟ هاي حصرجية. كله مسلحين، هاي الجبال كلها لهم، هاي الراس الكتلي هاي هيك لهم. من عدا هذيك التلي في وراها لهذيك التلي لسه في تلي اكبر منها كمان، هاي نحن تحت سيطرتنا والباقي كله تحت السيطره. للناظرين من بعد زار قريه اخرى يقاتل الجيش لاستعادتها، ولكن للمتابعين عن قرب جغرافيا صعبه المنال تستلزم وقتا وعتادا والاهم بشراً. لولا الطبيعة الجغرافية لتمكننا بخلال ساعات من دحر المسلحين، لكن طبيعة المنطقة الحصن الطبيعة الجغرافية ساعدت المسلح في إقامة متاريس لإله، ومع ذلك نحن منقول بدنا ناخذ الحصن سواء اليوم أو بكرة أو بعد بكرة. يطوق الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني منطقة تواجد المسلحين بالكامل، وتجري معارك ضارية في التلال المحيطة وعلى تماس قريب في بعض النقاط. هلا عندنا أحد الخطوط المواجهة المباشرة هي على طريق الزارة الرئيسي على الإسراد بعد جسر الزارة، عندنا هي وزهر القصيدات. المواجهة أصبحت بحوالي 50 متر مشاة باستخدام البندقية الكلاشينكوف مع القنابل، رمي القنابل. المسلحين يستخدموا القناصات بشكل كثيف. الحمد لله رب العالمين قواتنا استطاعت التقدم واحتلال عدة كتل وعدة تلال مواجهة للمسلحين واستنزاف المسلحين بعدة نقاط من جنوب الزارة ومن منطقة شرق الزارة من اتجاه سنديان وقرية قميري ومن اتجاه غرب الزارة باتجاه قرية فريش باتجاه برج الزارة الأسري المتحصنين فيه المسلحين. هي كانت المحاور الرئيسية لبسط الأمان بمنطقة الزارة.
ميري جغرافيا بتطل مثل ما حكينا على عدة تلال، وخاصة بتطل على الزارة كمدينة سكانية، كوديان وطرق امداد حكينا المسلحين. حول المسلحين من كم يوم الهجوم عليها والسيطرة عليها، لكن قوات الدفاع الوطني الموجودة بالمنطقة كانت مجهزة عدة كمائن، وبعد كمان المعلومات اللي وصلتنا من داخل المسلحين نفذنا عدة كمائن متقدمة، ونفذنا فيهم عمل عسكري رائع، كان أكثر من رائع، يعني خسارته حوالي 50 إلى 60 مسلح مع غنم أسلحتهم بالكامل. على طريق الجبهة. تم التسلل علينا من تلة قرادبة الساعة 4 صباحا، وصاروا يستخدموا الدبابات، وفي 37، وفي كمان صار قناصات من الميدان من جهة الحصن، وفي من تلة قميري القديمة كمان كان تمركز قناصات علينا، وفي من هاي الجهة كمان من قرية شواهد من قرية الحصرجية. في هاي الجهة من هون شواهد، وهاي هون حصرجية كمان قناصات دوشكا، صار تسلل علينا من قرية الزارة. نعم، يعني احنا أكثر من محور اجت من 6 محاور صار علينا رمي. هذا لم يعني انت عم تقول في رمي بس تقدموا رجعوا حاولوا يتقدموا هني يعني ايه تقدموا وصلوا لهون، وفي منهم صاروا يكبروا علينا هون، والحمد لله بهمة الشباب الدفاع الوطني والجيش العربي السوري تم القضاء عليهم أكثر من 40 واحد، وفي منهم برات سوريا شيشان، وفي منهم سعودية، وفي منهم الليبية، كان يعني أشكالهم كتير غريبة، يعني مو أشكال سوريين هدولي، والحمد لله تم السيطرة على الوضع وظلت الضيعة آمنة، ومنهم هرب رجعوا على الزارة، ولكن بهمة الشباب ظلت النقطة محافظين عليها ورجع الوضع. لا ولا بأي شكل ولا بأي شكل من الأشكال ولا بأي شكل من الأشكال تم السيطرة على الوضع من قبلنا نحن الجيش العربي السوري والدفاع الوطني بشكل كامل. صار عندهم تقدم من طرفهم هنن، ولكن كنا تصدينا لهم بشكل جيد، وبهمة الشباب الحمد لله ظل الحاجز صامد لآخر لحظة. هلا الاشتباكات على أي جبهة عم بتصير يعني؟ في عندك من هون من الميدان. نعم. طرف قلعة الحصن. في عندك من هون قرية شواهد الحصرجية. هاي كلها هاي ممتدة لبعضها، انت واصلي لهنيك للزارة. يعني كل هذه المحاور هلا هي يعني جبهات مشتعلة كلياتها، صار رمي عليها قناصات تغطية للي كانوا يتسللوا لعنا على النقطة لهون. وحاليا الاشتباكات مستمرة بس بنقاط وفي ان شباب متقدمين مشان نمنع تقدمهم لعنا اكثر من هيك. طب هي المحاولة يعني تحديدا هي الأهمية هيدي النقطة يعني، او هن عم بيحاولوا يوسعوا؟ هاي النقطة اهم نقطة، هاي حاكمة الضيعة اللي تواجد فيها المسلحين بشكل كامل. هاي النقطة اخطر نقطة، هذه يعني هاي النقطة اذا اخذوها يعني اخذوا كثير ضيع. هاي اول محاولة منذ بدء المعارك ولا كان في محاولات سابقة؟ لا صار اكثر من مرة، هاي ثالث مرة بهجموا على الحاجز. هاي المجموعة كلها تراحت بين قتلى وجريح، لسه في قتلى لقدام، لسه ما سحبنا جثثهم، هلا شوي ثاني كمان بتجي جثثهم وفينا نعرضها على الكاميرا، عم تجي المسلحين هي وأسلحتهم.
عليك يا مراد. مراد أمانك يلا ليك التل المقابلي للمستر تبعه، التل المقابلي لا تضرب على المستر تبعه، اضرب على التل المقابلي بترتد الشظايا عليهم. روح على اليسار وعلي. هذه حلوة مرعي، هذه حلوة كررها. صباح هذا اليوم حاول المسلحون الوصول إلى تلة القميري والاستيلاء على هذا الموقع الاستراتيجي. تمكن الجيش وقوات الدفاع الوطني من صد الهجوم وبالتالي التقدم باتجاه التلال تدور معركة للسيطرة على تلة قميري القديمة، وهي أيضا موقع يحتله المسلحون، والمعارك لا تزال جارية حتى هذه الساعة منذ الصباح. Thank you.
سخيرة سخيرة هات سخيرة يا ابو عرب يا ابو عرب يا ابو عرب
هذه هي الحدود الدولية بين سوريا ولبنان، وتحديدا بين محافظة حمص والمناطق الشمالية من لبنان ومحافظة عكار تحديدا. من هذه المناطق من وادي خالد والقرى المجاورة يمر المسلحون منذ بداية الأزمة لمساندة المسلحين الموجودين في المناطق المنتشرة هنا، وتحديدا في الزارة والحصن والقرى المجاورة. الآن فتحت هذه الجبهة، الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني يخوضان معركة لإنهاء تواجد المسلحين في مناطق الحصن وجوارها، ولكن قبل ذلك عليهم أن يقطعوا طرق الإمداد من هذه المناطق من خلف الحدود إلى تلك القرى. منطقة البهلونية. أوكي، هي تحديداً وين يعني؟ نحن هلأ المحيط تبعنا شو هو؟ وادي خالد، أراضي لبنانية. لبنانية. مشتى حسن، مشتى حمود، العوينات، الخربة، قبور البيض، شخران، رماح. بعد بتجي كل هذه المناطق اللي ذكرتها هي مناطق لبنانية. طيب هذه المناطق يعني نحن هلأ إذا بدنا نحكي الحدود الرسمية هي أي حدود لسورية لبنانية؟ يعني هيدا الوادي هو الفاصل بين النهر الكبير، الفاصل بين الأراضي اللبنانية والسورية. أوكي، هلأ الوضع بالضيعة اللبنانية المحاذية للحدود، يعني مين فيها؟ فيها مسلحين، فيها عم يقدروا يتسللوا، شو الوضع فيها حالياً؟ الوضع فيها مسلحين، قبور البيض، وادي خالد، البيرة، القبية. تم رصد ومراقبة مجموعة حاولت التسلل للأراضي السورية، وتم الاشتباك معها حتى ساعات الصباح الباكر. عم نحكي أي متى هذا آخر اشتباك حصل؟ من يومين. أثناء خلال هذه المجموعة هالاشتباكات تسللت مجموعة باتجاه المزارع. مزارع هون، مزارع شاهين اسمها، أو مزارع الطويل. مزارع هاي البلدة هون. خلال هالفترة هاي ربما أنه كان هن بيقصدوا الالتفاف علينا. هاي المجموعة نحن اشتبكنا نحن وياها لعدة ساعات. بعد هالاشتباك هذا تم تصفية ناس بمزارع ونعم يشتغلوا عندهم بالمزارع، وناس رعيان. خلال هالفترة هذه رجعوا التفوا من هون، تم تصفيتهم بهذا الوادي أكثر من 25 جسة. نحن لما بنحكي عن محاولات التسلل، يعني هذه المحاولات هي من لبنانيين أو من سوريين؟ من كافة الجنسيات، شيشانيين، لبنانيين، إضافة إلى ناس ربما أنه دليل سوري هو تحت يوصلهم للنقطة اللي هم فيها. من لبنان إلى سوريا كافة الدعم اللوجستي عم يجي، من الأكل لللباس للسلاح لكل شيء. إذا حسمت الزارة بتنحسم من حمص لبانياس، إذا حسمت الزارة، لأنه أعطيناهم مجال كثير لأهل الزارة، وإذا انحسمت أنا بكفلها من حمص لبانياس تنحسم المنطقة. يعني برأيك إمداداتهم كلها هي طبعا من هون، لأنه في نقطة أكثر من المنطقة من هون عم يتم دعمه. هل تفتح جبهات من داخل الأراضي اللبنانية؟ من المناطق هاي، من الكرم هذا تبع الكينة كانوا عم يقنصوا علينا، له نصبوا رشاشات، ربما أنه نستدعوا ناس لحتى يقدروا يسيطروا علينا. بس آليات ما بيقدروا بسبب آليات ربما الجيش اللبناني يردعهم. بس في تواجد للجيش اللبناني بهذه القرى؟ بالصدفة، مخافر بس ما بتشترك، حدود مباحة لألون، ربما عم يصير لهم تسهيل من الخلفية تبعيتهم. يعني البعض تحدث انه في حتى تدريبات بتحصل بالاراضي السوريه، تدريبات بالاراضي اللبنانيه في مناطق، عندك مشحه، عندك البيره، عندك الضنيه، معسكرات بيأدي تدريبه وبيطلع له. بأبي الحصن وبزارة مين عم مين هن المسلحين؟ يعني هن اي كتائب، اي فصائل اسلاميين غير اسلاميين؟ في كتائب الفاروق، كتائب الدرع، وفي أو في السلفية، هذول يعني ثلاثة. متفقين مع بعضهم هذه المجموعة؟ لا أنسي. خبرنا شوي شو الخلافات. خلافات يعني مثل من فترة صار مشكلة عنا بالضيعة مشان الملح، في أفران بالحصن وبالضيعة عنا، أفران قديمة من جوا جواتها فيها ملح، بقى في ملح بالضيعة، طلعوا الملح هذول، في مجموعة طلعت الملح بدها تعطيها العام أو تبيعها، بعتها سمعوا هذول السلفية انه هيك صاير بالملح، اجوا اخذوا عيله بكامله، صفوا منهم خمسه وتركوا الباقي. هول السلفيه بس موجودين بالحصن يعني؟ نعم. وفي عندنا من الضيعه كمان في عالم منضم إلهم.
السلفية بشكل خلينا نبلش فيهم للسلفية. في كتير من غير جنسية سورية. إيه طبعا. أكثر شيء شو؟ في لبناني، في سعودي، في فلسطيني، في أردني. نعم. مين الأمير؟ أبو سليمان. شو جنسيته؟ اللبناني. مثل أبو حسين هذا قائد الميدان العسكري لألو. نعم. شو اسمه الأساس؟ ما نعرف بس ما أعرف غير هيك مسميات بس. أبو حسين شو جنسيته؟ لبناني. لبناني كمان. نعم. يعني بشكل عام اللبنانيين هني أول شيء بهيدي المنطقة. إيه طبعاً أسي. من وين كانت تجي الإمدادات اللي عندكم من الضيعة؟ كانت تجينا أسي عن طريقين، عن طريق لبنان على طريق الأخ، عسال البقيعة، عام جامع، هو جاي على الضيعة. الطريق الثاني عن طريق المتراس. هذه الطرق هني طرق كانت عادة عادية ولا طرق تهريب؟ طرق تهريب. اشتغل نجار وحداد بقلب الضيعة؟ اشتغل لا بلبنان. يعني انتم من وقت اللي طلعتوا من طرابلس انتم كتائب الفاروق؟ ايوه. يعني انت كمان كنت ناشط بطرابلس مع كتائب الفاروق؟ نعم. اوكي، وصلتوا على الضيعة، مع مين توصلت اول شيء؟ جينا تواصلنا مع نادر اسعد. اللي هو؟ هو هذا التابع لكتيبة الفاروق. وخلونا نشتغل. ذخيرة يجيبها نادر أسعد عن طريق واحد. مين؟ عن طريق أبو الزين. مين؟ هو هذا بيجيب له ذخيرة عن طريق لبنان. لبنان مين بيبعت الذخيرة؟ واحد اسمه وليد دامرجي. وليد دامرجي؟ من وين هذا؟ هذا من الزهرة. نزل على لبنان من أول الثورة وظل هناك. مين ساعده بهنيك؟ في عالم كتير ما بعرف من هني بس. بس اسألك سؤال، في ولاد حاملين سلاح معهم؟ يعني مثلا في ولاد 14 13 كذا؟ ايه في في. اي خبرني قد في ومن وين هم الولاد؟ الولاد؟ هن من منطقة الحصن ومنطقة شوية والحصرجية والزارة. هالمناطق هاي. ايه يحملوا سلاح كمان معهم، يضلوا معهم من 10 سنين و13 سنة و14 سنة وفوق. طيب في ولاد كانوا يذبحوا كمان؟ أولاد لا، بيقوصوا قواس. ومنين تعلموا السلاح؟ هني من السلفية. جابوا نسوان معهم أو تجوزوا بالضيعة أو كيف أخذوا هوز البنات؟ هذول هني بيجوا من برا بيتجوزوا بالضيعة هون. بيتجوزوا وحدة تنتين وثلاثة وأربعة. كيف بيتجوزوهم؟ بياخذوها مثلا بيكبروا عليها ثلاث مرات وبياخذوها. أول أزمة كان في واحد اسمه نادر أسعد كان عم يجمع مجموعات ويعني يجمع عالم ويسلحهم وعلى أساس أنه يحمي الضيعة من الجيش العربي السوري ويخلوا يعني أنه ما يدخل عليه. وكان يقولون أنه مشان الجيش العربي السوري إذا دخل بدي يدبح العالم وبدي يغتصب وما رح يخلي عالم كتير، ما رح يخلي عالم بالزرة. كانوا يطلعونا قلعة الحصن، كانوا يطلعونا هناك وشوفونا انه شلون كانوا يذبحوا العلوية. انت شفت؟ انا لا ما شفت، بس كانوا يشوفونا هني على المقاطع صوت وصور كانوا يذبحوا العلوي والسني يقوصوا قواص يحسبوه مرتد وكافر. اخذوك على الحصن انت لانه عرفوا شو صار يعني؟ ايه. كانوا شو عملوا فيك هني؟ كمان اغتصبوني، كمان اغتصبوني ويعني شلحوا من كل ثيابي وصاروا يجلدوني وفوق الجلد يعني والله كثير عملوا فيني يعني كثير. يعني لما اعتدوا عليك كثار كانوا؟ كانوا تقريبا خمسة كانوا علي وكلهم يعني كبار ويعني مثل الشباب. قبل ما تجي على الزهرة وكنت بعدك بلبنان وشاركت بهول النشاطات، كان في معارف بالتباني ساعدت هونيك؟ كانت مشارك؟ نعم كنا مشارك بالتباني، خلونا نشارك وكانوا يطلعونا خلونا نطلع مظاهرات كمان. نعم. وشاركت بالتباني أوسط، بتعرف أي منطقة كنت عم تقاتل؟ كانوا عم يخلونا نقاتل نقوس على جبل محسن. نعم. ليش كنت عم تقاتل جبل محسن؟ لأنه مؤيدين مع النظام كان. نعم. شو عملت انت بهيدي المعركة؟ نعم. خبرنا تفاصيل. طلعنا على مجموعات اعطونا اوامر نطلع نروح نقاتل. اي محور كنت؟ دي من جهة الجسر، جسر ملولة. اه
جسم المنهولي. كنت انت مثلا مركز على البنايات اللي هونيك ولا وين كنت موقعك انت وين؟ على الجسر السدي على البنايات كانوا يحطونا مواقع. نعم. شو كان معك؟ معك قناصه ولا؟ نعم سيدي. شو كان معك؟ كان معي بارود سيدي. نعم. اوصلت باتجاه وين؟ باتجاه جبل محسن. كان ابو سليمان نفسه كان لما كان ينزل لهنيك. ايه وغيره مين كان فيه؟ كان في واحد ثاني هذاك ما بيعطينا اسمه. اشكر عليك. كان ابو علي خلوله. نعم كنا نضل يعطينا تعليمات. بأي فترة شاركت بالتبين؟ قبل رمضان فترة. قد ايه ضليت من التبين؟ ضليت شي شهر هون. نعم. كل فترة نعم. قد ايه كانوا يعطوك بالتبين المصاري؟ كان يعطوا لكل واحد بالشهر 300 دولار. نعم. وبالزارة قد ايه؟ بالزارة كان يعطوا 10,000 100 دولار يعني. أكثر بالتبين، ليش تركت التبين؟ سيدي طلبوا منا نيجي على الضيعة انه نجيب ذخيرة وسلاح ويجينا بهش. نعم. كانت ربيحة أكثر بلبنان؟ نعم. بكم واحد سوري كنتوا مشاركين بالتبين؟ في كان عدد كبير سوريين. من أي كتائب؟ في من كتائب الفاروق. نعم. وفي من كتائب درع حمص. والله يا ما يروح وما يجي وما يعطي الدورات بيروح. في واحد ما يشتغل فندق الوادي اسمه فيراس، بيقول له استنى المساء بروح أنا وياك. يعني جاي مع أنه ما بيجي للساعة 2 أحيانا بالليل. هل طالع الساعة 1 هو وياه؟ قال له ماشي على البيت. طلع ما بعرف لوين وصلوا، لعند لوين وصلوا ثاني ما بعرف على الطريق بالمشتل هونيك لاقوا لهم مسلحين ضربوه. الصبح بكير ولا ما سمعت غير التليفون ما يرن. مين؟ قال انت ام لفادي؟ قلت له ايه انا ام لفادي. روحي حطي لي وحدات لانه بدي اشوف رفقاته هربوا اسلحه ما يعملوا شغلي بدنا نقطعه. قلت له ويلي انا ابني ما بيعرف يحمل بارودي وابني ادمي وابني ما يشتغل ماله كل الخبر. قال مالك ما تفهمي علي؟ مالك ما تفهمي علي؟ قلت له لا والله حبيبي ماني ما فهم عليك شو. قال انا حبيبي قلت له إيه إذا ابني جنبك حبيبي أنت. روحي جيبي لي وحدة. كانت الساعة 7. قلت له منها بدي أجيب لك وحدة تقول لك ابني لي. ما سمعت غير الباب مين دق ولا فايت واحد قرايبنا. خير شو صاير؟ قال لي ماشي بس فادي متصاوب. ولا فادي ميت بالساعة 4 عارفين وما يدوروا جنب البيت وما ما حد أقل. قال لي يا أمي بكرة بتجوزك وشوفك ببيتي وحط راسي يموت جوي راح خدامي وأنا ظلها الطيبي. ليش الشر ما لدني؟ ليش يا رب بالرحمه. الشر مال الدنيا ما بعرف ليش. قلوب العالم قلوب الناس يا بنتي قسيت قاسي صايره والدهر غدار يا بنتي الدهر. يا رب تزيل الشر يا رب. كفرة العالم صارت القلوب قاسية كتير لأنه ما عاد عقل معقول إنهم يقتلوا الشباب الكيسي الشباب هدول اللي أهلا ربوهم بدموع عيونهم. يا ويلون اللي حزن أمهات يا ويلون
يلي كسر قلب العباد يا ويلون.